ايام بيبقى ليها طابع خاص جدا لكل الطلاب، ومش بس الطلاب، كمان العائلات واولياء الامور. لكن في الوقت ده اللي ذاكر ذاكر زي ما بيقولوا، وبتفضل بس النصايح بالتعامل مع ايام الامتحانات هي الانسب واللي لازم نتبعها. ايه هي الاجواء اللي المفروض نوفرها للطلاب، وازاي يتعاملوا مع القلق وقت الامتحانات؟ واسئله تانية كتير جدا هيجاوب عليها الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، ده حضرتك بتتشاف. اهلا بيك. يعني عايزين في البدايه نقدم كده شويه نصايح بسيطه للطلاب، يعملوا ايه فتره الامتحانات؟ اهم نقطه، نقطه كلنا مرينا بيها وكل الطلبه هتمر بيها، ان هو في مواد هو قراها من فتره، هيجي قبل الامتحان بيوم يجي يفتح الكتاب يكتشف ان كل الماده دي ممسوحه من دماغه، كأن الورق اللي بيقراه ده لاول مره بيقراه. دي مشكلة عندي شخصيا، يعني مشكلة كبيرة لا، جدا. كلنا مرينا بيها. اوعى حد يقول لك طب اجل، طب لا خلاص ما تروحش، تعيط بقى، كل الكلام ده ملوش اي لازمه. كل اللي انت مذاكره السنه كلها، ان شاء الله من سنه، من 8 شهور، من 7 شهور، كلمه في محاضره، كلمه اتقالت من واحد زميلك، كلمه قريتها، كل ده بيبقى متخزن في الخلفيه الذهنيه. مجرد ما حضرتك هتقعد تمسك الورقه هتلاقي الاجابات نازله لوحدها، طالما انت مذاكر، طالما مذاكر ما تخافش خالص، كل المعلومات دي هتيجي. لو واحد هيذاكر ماده النهارده والامتحان بكره اول مره النهارده بالليل ويقول لك هطبق، اوعى حد يقول لك طب طبق خلينا بس في ما النقطة اللي تنساش. قبلها، اللي ذاكر قبل كده وبقاله بس فترة ما قراش أي حاجة عن المادة، هل يرجع تاني يذاكر من أول وجديد ويقرأ من أول وجديد ويبذل مجهود كبير ولا لا؟ يعني يشوف بس عناوين عريضة. لو معاه وقت ممكن يقرا العناوين العريضه فقط وما يخافش، التفاصيل كلها محفوظه. ولكن لو الوقت ضيق انا انصحه، لو هي النهارده بالليل جاي تفتح اقول لك لا اركن كده، اقعد هادي، اتفرج شويه على التلفزيون، نام كويس، كل كويس، اشرب حاجات سكريه، كل فستق، كل كاجو، الحاجات دي هتساعد لك التركيز، ما تخافش خالص. انت مجرد ما هتدخل الامتحان النور ادرينالين هيعلى سنه بسيطه، هيروح مفجر لنا الدوبامين عالي، هتلاقي كل المعلومات نزلنا اللي انت ذاكرته كله بينزل لك بتدفق، ما تخافش خالص من النقطه. طب اللي ما فتحش بقى حاجة خالص، يعني لسه ما ذاكرش أي حاجة والامتحان بكرة، ده يعمل إيه؟ والله بص لك حاجه، لو هو بقى ما ذاكرش خالص والامتحان بكره، هنا النصيحه بقى اقول له كده، بص على العناوين الرئيسيه، الحاجات اللي دايما بتيجي في الامتحان اقراها كده وربنا يكرمك، قد تيجي معاك وقد لا. يعني طبعا ما فيش واحد يجي قبل ليله الامتحان يقول انا هذاكر او حتى اطبق النهارده، انا اسف، كل اللي انت بتذاكره النهارده ده مش هيفيدك في شيء، لان هو اوريدي اول مره ما بتكونش المعلومه متكامله جوه المخ، لازم الانسان بيعيد المعلومه مره وثانيه عشان يحصل لها نوع من الثبات داخل الخلفيه الذهنيه. طيب الطلاب ضروري أكيد يتجنبوا حاجات معينة قبل الامتحان بساعات أو ليلة الامتحان، المفروض يبعدوا عن إيه في ليلة الامتحان؟ أولًا لازم ينام كويس جدًا. ما ينفعش عدد يطبق، ما ساعات ينفعش طالب يطبق. ما ينفعش نهائي، والله والله اللي بيطبق بيخسر، مش هيستفيد ده حاجة، لو مذاكر. الامتحان هيتلخبط. لو مذاكر أو غير مذاكر، ده بالعكس، ده لو مذاكر هيخسر كتير، إن هيروح اللجنة هيلقى فيه أسئلة، حاجات معلومات متداخلة، أو لو إم سي كيو، تعرف الإم سي كيو بيبقى الإجابات قريبة من بعض، هنا نفسه لخبط نفسه بلا داعي. فلازم يبقى الحاجه بتاعت النوم كافي جدا. ابعد عن المأكولات الدهنيه، فاست فود، بابا يقول لك النهارده هجيب لك سندوتش كذا، ابعد عن الفاست فود النهارده. النهارده ركز مع مثلا لو صدر فرخه، لو حته لحمه حمراء، سمك كويس جدا جدا جدا، الحاجات السكريه هتساعدك كويس جدا جدا جدا، ركزوا على السكريات اليومين دول عشان دي اللي بتزود الطاقه والاكسجين في المخ، فبالتالي التحصيل الدراسي بيبقى عالي جدا. لو طالب بقى عنده مشكله مرضيه ومشكله جاب ادويه، طبعا هو الدكتور بتاعك يخطأ في تغيير الادويه في الفتره الحاليه، خصوصا الادويه النفسيه. انا طبعا بتكلم على اللي يخصني الادويه النفسيه، هو دكتور يقول لك طب هنقلل ده، طب هنزود كذا، ابعد دلوقتي عن كل تقليل او زياده في اي دواء لغايه لما الامتحان، خليك ماشي بالصوره اللي انت عليها،
لغايه لما الامتحان ينتهي، بعد كده نفكر في سحب دواء او زياده دواء. طبعا في طلبة كتير بيتوتروا جدا قبل الامتحان، بالذات اللحظات اللي هي خلاص واحنا داخلين اهو على الامتحان، تنصحهم بإيه عشان يقللوا التوتر؟ في كان تدريب دايما بنقوله للناس ازاي تسيطر على الجهاز العصبي اللا ارادي. انت اقعد خد نفسك من الفم كده 20 مره، بعد كده تنفس عادي وانت مغمض عينيك وحاطط رجليك على ركبتك. لو انت قاعد في اللجنه هتلاقي نفسك هديت، عد من 20 لواحد بالعكس. بعد كده ابعد اليومين دول عن القهوه وعن السجاير وعن الشاي، بجد ده بتزود التوتر. ركز اليومين دول ينسون القهوة بتزود التوتر. التوتر طبعا، هو يقول لك انا ما كنتش هننشط، ما هي هتنشط بس الكافيين هيزود لك التوتر. انت محتاج حاجه تقلل النور ادرينالين، كل دي الحاجات دي بتزود نور ادرينالين. فنبعد عنهم، نركز مع اليانسون والكراويه والتليو، الحاجات دي بتقلل التوتر وبتخلي الأعشاب الانسان الطبيعية. اعشاب طبيعيه، مش هنحتاج ادويه. انا طيب بعد الامتحان بقى، يعني بعد الامتحان، او خلينا كمان قبل ما نخلص الامتحان، لو في الامتحان اول ما طبعا انت مذاكر وكل حاجه، بس في سؤال للوهله الاولى كده حسيت ان انت مش عارفه، او اسئله حسيت ان انت مش عارفها، هل الافضل نسيبها ونرجع لها تاني، ولا نحاول نجاوب اللي نعرفه؟ انا بمشي في الاسئله بالترتيب عشان ما انساش، وبعلم في ورقه الاسئله على السؤال اللي انا ابتديت اجاوبه. كل سؤال ببدا اجاوبه اعلم ان انا السؤال ده ابتديت اجاوبه. طب وصلت لمرحله معينه مش قادر اكمل فيه، حته قفلت معايا، طب اسيبه وادخل في السؤال اللي بعده، وبتاني الورقه في الحته دي عشان اعرف في دماغي ان فيها مشكله. بعد ما اخلص بقيه الاسئله برجع افتح الورقه اللي هي تانيها دي، اشوف انا كنت تانيها ليه، وابدا اجاوب الاسئله بصوره مبسطه. ما تجهدش اعصابك، احنا خد بالك احنا مرينا بدي ووصلنا يعني طبيعي ان لاحلى انت تبقى الدرجات. ناسي اجابة وترجع تفتكرها في نص الامتحان، يعني مش مشكلة. انا بحط الدرجات بتاعتي، المصحح بحط الدرجات على فهمك للخطوات، مش على الفاينل ريزلت. النتيجه النهائيه دي مش هي دي اللي يعني دي بنقصك ربع درجه، لكن من الاساس الخطوات اللي انت ماشيها تكون ماشي صح طبقا للي انت اتعلمته خلال العام الدراسي. طيب اخر حاجه بقى خالص، بعد ما نخلص الامتحان هل المراجعه بتبقى كويسه ولا ممكن تاثر بشكل سلبي، خاصه لو الطالب اكتشف عنده اي اخطاء؟ سؤال سيادتك رائع. هنا في بعض اولياء الامور بيجيبوا مدرس مخصوص بفلوس عشان يراجع مع الولد اللي عمله في الامتحان. انا عايز اعرف ايه الفايده ليهم او للطالب. النهارده طالب قد يكون اخطا وقد يكون اصاب في هذه الماده، لما اقعد اركز معاها وانسى الماده اللي بعدها، ما انا بلخبطه في اللي جاي. انا عندي الماده خلصت صفر نقطه واول السطر، ابدا في الماده الجديده اركز معاها. لكن مراجعتك ايه؟ والله لا هيزودك درجه ولا هينقصك درجه، بالعكس ده هو هيعمل نوع من الانترابشن للماده اللي بعدها، فنخسر الاثنين. دي نقطة. وليا رجاء بعد إذن حضرتك يا أستاذ هشام، اتفضل. رجاء هو بره السؤال بتاع حضرتك، رجاء للسادة المصححين، خدوا بالكم الطلبة دول ولادنا كلنا. برجاء أنا بفاجئ إن بعض الطلبة لما بيجي يعمل التباس يلاقي سؤال ما تجاوبش، سؤال نصه ما صححش. برجاء إن كل ورقة من دول تكتبها ورقة ابنك وراجعها مرة واتنين لمصلحة ولادنا كلهم. احنا عندنا ولاد والله، صح، انا ولاد اكبر من كده، ولكن احنا عايزين الولاد كلهم ربنا يوفقهم ويدخلوا الكليات اللي هم عايزينها، ويكونوا يحسنوا اختيار الكلية. ما هياش بان انكر فلان ولا طنط فلانة، احنا هنا انت بتحب ايه هتنجح في اللي انت هتدخل. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على كل النصايح دكتور جمال، على وجودك معانا، وبالتأكيد شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا ليك. شكرا لكل متابعينا، متابعي تلفزيون يوم السابع، على متابعتكم لينا، وبالتأكيد بنتمنى كل التوفيق لطلابنا بكرة في الامتحانات وكل أيام الامتحانات. شكرا ليكم وإلى اللقاء.